طيب النهارده هنبدا بوصفه ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم. هي في كتير مننا بيفضل انه يعمل السجق بايده في البيت. النهارده هنعمل السجق لكن هنخاطب فيه اللحمه وهنعمل الفراخ وهنتكلم عن احنا بنحشي السجق في ايه؟ ايه هو الهانك ده؟ ايه هو المصران او الخاص بيه؟ هو بيبقى حاجه خاصه بالغنم لانه خلوا بالكم بيبقى المصران ده بيبقى خاص بالعجول بيتعمل بيه السوسيس التخين وده الرفيع بتاع الاغنام ماشي الرفيع علشان ده اللي بنعمل بيه اللي احنا بنقول عليه في مصر هنا عندنا سجق هو ليه كذا مسمى عايزه اقول لكم هو خاص طبعا بالخروف من امعاء الخروف اساسا وبيبقى طوله تقريبا يعني 12 متر خلينا بيقولوا عليه في محلات الجزاره هو اسمه الطاقه. طيب هقول لكم على حاجه بقى، اولا بالنسبه للهانك او بالنسبه للسجق احنا بنقول عليه سجق، في سوريا بيقولوا عليه نقانق، في حلب اعتقد بيقولوا عليه اسم مسمى اخر، في لبنان بيقولوا عليه مقانق، في حلب بيقولوا عليه مش عارفه صوص حاجه يعني انا مش عارفه بالظبط بس يعني ايه ليه اسم كده، لكن كل بلد ليها مسمى بتاعها الخاص بيه. احنا في مصر بنقول عليه سجق خلاص. هنعمل النهارده اول حاجه السجق باللحمه، توابل بسيطه وجميله وان شاء الله في حلقه مميزه هذا الاسبوع هتشوفوها حضراتكم للتوابل الخاصه بقى بالمحشي وبالسجق وبتوابل بهارات الفراخ وبالبهارات اللحمه، بهارات الحواوشي، بهارات السجق نفسها، عاملين كمان بهارات الكبسه، يعني اكتر من نوع من البهارات نجمعه في البيت ونعملهم احنا بدل ما نشتري من بره. طيب هنبدا اول حاجه نقول السجق اللي هو الهنك اللي هنعمله هو عبارة عن هنقول لو كيلو لحمة، الكيلو اللحمة المفرومة عليه تقريبا 15% دهون خلاص؟ بناخد 15% منه دهون. عندي تقريبا 100 جرام توم أو راس توم للكيلو، راس توم. عندي طماطماية واحدة، عندي نص بصلاية، معلقتين خل ابيض، معلقتين زيت نباتي، بابريكا وبهارات مشكله اللي هي السبع بهارات بتاعتنا او بهارات اللحمه لو حابين، وفي ناس ممكن تضيف بهارات السجق بتتباع عند العطار، هي هي بس السبع بهارات تغني برضو. طيب الزنجبيل او الجنزبيل ده بنحط يا دوب رشه بسيطه ما بنكترش، والقرفه بنحط برضو رشه بسيطه لكن بتدي تيست خفيف ما بنكترش، ورشه من جوز الطيب وملح وفلفل، واللي هتستغربوه نص كوبايه من الميه. تقولوا بنحط فيه ميه؟ اه بنحطه، ولذلك دايما نلاقي انهم بيعلقوه عشان نسبه السوائل اللي فيه تنزل شويه. خلينا نبدا نقول بسم الله. هلبس بس الجلافز وهبدا كده اشتغل مع حضراتكم شويه شويه. طبعا هنحتاج قمع نشتغل بيه النهارده، هنعمله كده بطريقه بسيطه، وانا قررت ان احنا نعمل منه الفراخ لان في ناس ممكن تكون حابه تعمله بالفراخ. هو مش هتعمل بالفراخ يعني؟ لا هيتعمل، فهنعمله بالفراخ وباللحمه. تعالوا كده نقول بسم الله. اول حاجه خليني اخد الثوم والبصله، خليني الاول اقطع كده البصله شويه هناك كده عند الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده فصوص الثوم، هنخلط الاول الخليط الحلو ده. بصوا بقى اللحم يعني ما بياخدش غير وشين، اللحم بياخد وشين، الفراخ ما بتاخدش غير وش واحد. عايزه اقول لكم ان بيقال ان اللي اخترع السجق ده كانت الصين. هاخد نص بصلايه مش البصلايه كامله، وادي نص بصلايه، وناخد معانا اول تليفون ام اسلام. يا صباح الفل. يا صباح الفل عليكي حبيبتي. حبيبه قلبي ام اسلام، ازيك يا روحي؟ الحمد لله يا حبيبتي، وحشاني والله يا عزيمه. انت اكتر بكتير، عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ صحتك عامله ايه؟ ماشي الحمد لله، دي ماشي مع العلاج اللي يجيبه ربنا كله كويس. يا رب اشفيكي وعافيكي واشفي كل مريض يا رب، واشوفكم في احسن صحه واحسن حال. ربنا يبارك لك. وعايزه النهارده يعني عارفه لولا ان كنت يعني تعبانه، بس عايزه اقول لك واقول للقناه الجميله
مليون مبروك للنادي الأهلي، حبيبتي الله ألف يبارك ألف فيك ألف مبروك للنادي الأهلي، ودايما يا رب في تقدم كده على طول يا روح يا قلبي. رب، امين كده يا رب، دايما مصرفينا دايما دايما امين دايما يا رب. امين يا رب مش قادرة العالمين. أقول لك بجد والله الماتش كان تحفة، صح، مش قادرة أقول لك والله كان كان ماتش جميل يعني حلو، الكل جدا جدا، كان فيه وهم كمان كانوا بيلعبوا حلو، بيلعبوا حلو. ربنا يبارك لهم ربنا يخليهم، حبيبتي ودايما يا رب من تقدم لتقدم يا رب إن شاء امين الله. امين يا روح قلبي امين، بتشجعكم دايما والله يا ام اسلام. شكرا ليك يا حبيبه قلبي، شرفتيني ونورتيني. اسمحوا لي هدي ده خلطه الاول لوحده. عايزين بصوا بقى، بسم الله هاخد كده بسباتيلا، وتعالوا بقى ناخد الملح والفلفل والبهارات واللحم. انا هرش رشه هنا الاول، طبعا اللي عنده مفرمه هيبقى افضل بكتير، هتبقى الدنيا اسهل بكتير بالنسبه لكم يعني، لكن مفيش مشكله. انا هاخد كده شويه بس من الملح وشويه من الفلفل، ويفضل في اللحم يبقى فلفل اسود، يمكن الفراخ نحط فيها فلفل ابيض. هاخد شويه من الدهون معايا وشيل شويه للفراخ، وهاخد بقى اللحم نفسه ناخد منه شويه حلوين كده، وهنحط بقى كل التوابل بتاعتنا. احنا نعمل شويه صغيرين عشان احنا مجهزين شويه قبل كل بقى التوابل الحلوه اللي اتفقنا عليها. ننزل تاني بعد اذنك يا ندى المقادير كده، وانا بحط عشان اصدقائنا اللي لسه فاتحين يشوفوا احنا بنحط ايه من التوابل للسجق اللي هنعمله في البيت باللحم. وطبعا السبع بهارات اتفقنا عليها او بهارات اللحمه، رشه بسيطه من القرفه، هنقول تاني عندي كيلو من اللحمه، 15 جرام من الدهون، راس ثوم صغيره 100 جرام، عندي بنص بصلايه، خلي دول كده، عندي معلقتين زيت نباتي، وعندي بابريكا وزنجبيل، وعندي قرفه رشه ورشه جوز الطيب وملح وفلفل، ولسه الميه مش دلوقتي. بصوا بقى هنعمل كالاتي، هناخد كده، خليني بس الاول ازود بعض اللحمه هنا شويه ايه ملح. ما تنسوش بقى ان احنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله لازم تبقى زي ما بيقولوا ايه ناعمه قوي، مش عايزه يبقى فيها اي حركات، هنعم قوي. ريحه التوابل روعه روعه. طبعا ما تنسوش احنا لما هنيجي نعمله اصلا ونطبخه هنضيف له تاني توابل، فحضراتكم ما تستعجلوش. هي دي بس الايه التصور المبدئي. بسم الله بقى الجمال، بسم الله. تعالوا بقى كده ناخد الايه الخليط الحلو ده، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد دينا حبيبتي، اهلا وسهلا يا دينا. عامله ايه؟ ازيك يا روح قلبي، انا اسفه ما عبيتش اخد مكالمتك عشان اسمعك. حبيبتي انا والله مبسوطه جدا ان انا سامعه صوتك، والف مبروك على السوبر، ويا رب دايما كده الاهلي مفرحنا. امين يا رب العالمين حبيبه قلبي والله امين. انا يعني بشكركم جدا بجد والله لاتصالكم ولمباركتكم للنادي الاهلي. طبعا انا عارفه ده حبيبتك منوره القناه والله، وحبيبتك حلو علينا دايما كده. يا رب اللهم امين يا حبيبه عمري يا رب. انا بعتلك بوسه كبيره. يا نور عيني بوسيها لي مليون بوسه حبيبه قلبي. اكيد يا صاحبتي، وهسال حضرتك بس فطيره التفاح انا ما لحقتش اكتب المقادير بتاعتها. هنزلها لك من عيني. اه يا ريت ربنا. من عندي قبل العين دي يا دندون حبيبتي. تسلمي عيونك الجميله. تسلمي يا قلبي.
شكرا ليكي. طيب نزلوا لنا بعد اذنكم يا شباب فطيره التفاح يا نودي. بصوا بقى شويه ميه وبنعمل كده عشان تحركها تخليه سهل. ماشي، نص كوبايه بس، حاجه بسيطه. انا هنا طبعا عشان مش حاطه الكيلو كله فمش هحط نص الكوبايه كامله، هسيب بس شويه كده، خدت جزء منها عشان انا مش عامله الكميه كلها. خلاص اهو شايفين ناعمه ازاي الخليط، ناعم ازاي، ادي الخليط. تعالوا بقى، معلش انا هغير الجلافز ده بقى وهلبس واحد تاني عشان ايه اعرف اتعامل. بسم الله. ده انتوا تجيبوا لي شويه يا نودي. ماشي، نزل بس الدندونه الوصفه الابل باي او فطيره التفاح. بصوا بقى هنيجي للهانك. اولا لو حضراتكم بتجيبوه هو بيجي دايما، لو هتشتروه من عند الجزار او من المكان بيبقى متملح، محطوط في ملح، محطوط في ملح، وبتاخدوه كده الربطه على بعضها. وبعدين احنا بناخده في البيت وقت ما بنيجي نستخدمه اول حاجه بنعملها ايه، بناخده من الملح ده نحطه في بوله فيها ميه ونسيبه كتير من بالليل مثلا لتاني يوم او اربع ساعات على الاقل، لما يفك الجفافان بتاعه والنشوفيه دي تفك ويبقى يعني فلكسبل كده مرن. نبدا بقى ناخده نقطه بس من الخل، نقطه عشان لو في اي شوائب، ولو عايزين تحطوا شرحتين من الليمون زي ما انا حاطه كده تمام. بصوا بيبقى عامل ازاي بقى، بيبقى كده. خلاص تعالوا بقى نشوف هنا عشان ايه، انا عامله هنا شويه مدخلينهم في القمع. انا عندي قمع، القمع ده طبعا جميل جدا، اكتشفناه اكتشاف رائع، وطبعا هنشتغل من ده لما نيجي نحشي بالفراخ تاني. بصوا بقى بسم الله، احنا هنا مجهزين شويه عشان حضراتكم تشوفوا. بناخد ندخل في القمع وندككه كده كل الكميه. معلش هنا هو اتلف عليه فخليني ايه اهو. خلاص هبدا اخد اللحم من هنا وانا ماسكه القمع كده اهو، ده بايدي كده، انا بايدي نازل بقى مع مع الجديده عصايه زي دي، شايفين ازاي. محمد بشكره كتر الف خيره، كان موجود هناك في مكان ما في السوق، وبعدين قلت له يا محمد انا عايزه قمع صغير حلو للسجق، راح الصراحه راح جاب لي القمع الجميل ده، وايه وقلنا نحشي بيه. ده قمع ستانلس كده لطيف، ما حطيتش فيه غير لحظه ميه، حاجه بسيطه جدا من الميه. بصوا ازاي شايفين، وبزق اهو، اهم حاجه ما يدخلش هوا. شايفين شايفين ازاي، شايفين اهو. بصوا وانزل كده، لازم املى الفراغات دي اهي، ازق تمام، وانا ماسكه هنا ماسكه فوق عشان ما ينزلش كله. خليني تاني ادكك هنا تدكيكه حلوه، معلش التكييف ساقع جدا. طيب بصوا ازاي بدكك كده هنا، شايفين اول ما بدخله الاول، وبعدين بمسك من هنا كده وانا ماسكه. وهناخد بقى نحشي وناخد معانا تليفون، معانا مدام سميرة. اهلا 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 بيك يا حبيبتي، ازيك؟ مصر نورت يا مدام سميرة. ميرسي يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني وحشتيني حبيبتي. حضرتك اكتر والله، حضرتك اكتر. عامله ايه يا حبيبتي؟ عاملين سجق لحمه. ما انا عايزاكي تقولوه لي تاني معلش عشان كنت على التليفون فما سمعتش كويس. ننزله حالا لحضرتك. وانتي عايزه اقول لك وحشتيني قوي، تسلم ايديكي على كل حاجه بتعملي. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي، ما تحرمش من حضرتك ابدا. ميرسي يا حبيبتي، وعايزه اقول بس مبروك للاهلي طبعا. يا حبيبتي تسلمي كلك، ذوق يا مدام سميره. ورا خالص القناه يا حبيبتي، احلى قناه. الله يسعدك، الله يسعد قلبك يا روح قلبي، تسلمي لي يا رب، ما تحرمش من حضرتك ابدا. شكرا جزيلا. بصوا بقى بيبقى فيه شويه ميه اللي هي احنا قلنا ايه بنزودها، شايفين تمام. بصوا كده اهي، هنعمل ايه بقى، هنزل كده شايفين، بنظبطه بس عشان يبقى ما فيش فراغات، وحتى اذا حصل لما نيجي نقفل هنعمل ايه، هنشيل الفراغات دي وهنتعداها خالص ونتخطاها. انا بس حبيت اوريكم بصوا ازاي اهو اهو. نحشي بقى كل الكميه، تعالوا بقى نجرب كده نقفله سوا. نقفله ازاي
اهو كده بقى فيه كتير. لا بقى حبه صغيرين اهو، نحشيهم كمان بالمره عشان نعمل حبه حلوين، عشان احنا هنعمل طاجن سجق كمان. بصوا كده احلى حاجه السجق البيتي ده. في ناس احيانا ما بتحطش لحم بس، او الناس اللي ممكن تكون فيجيتيريان ممكن تستخدم فول الصويا ماشي، بس انا بتكلم يعني ايه في الاخر اللي يناسب حضراتكم، وال يعني حضراتكم شايفينه يناسبكم ويناسب الظروف الاقتصاديه بتاعتكم اعملوه خلاص. طبعا هو هيعمل كميه حلوه يعني، بصوا انا عامله الكميه دي بس تطلع نص كيلو، بصوا ما شاء الله كميه تحشي حبه حلوين، يعملوا لنا حبه سجق حلوين يعني. اهو شايفين ازاي اهو، خلاص نزل بس اخر حبه دول. معانا مين؟ معانا فطيره التفاحه هي دندون اهي، تعالوا بقى. خلاص شايفين القمع اهو، باخد بقى الحته اللي باقيه دي سيبوها زي ما هي خلاص، وادي القمع اهو، وهاجي من هنا. المفترض ان انا يا اما بربطه ربطه عشان ما يفكش مني، بجيبهم كده قد بعض، شايفين ازاي قد بعض قد بعض خلاص. وهعمل كالاتي، ركزوا معايا بقى، هاجي من هنا هعمل كده وهعمل قسمة بس كده، بيتزحلق عشان في مية خلاص اهي، اللي هي ايه اللي بتقسم النصين شايفينها ازاي. وبعدين هاجي هنا سي مثلا عايزة حجمه يبقى كده اهو، هعمل كده هعمل كده لفة واحدة، وبعدين هجيب دي هدخلها من هنا كده، شايفين ازاي اهي. ونكمل تاني بسم الله، هنيجي هنا ونقسم كده بايدينا على حسب اللي احنا عايزين، ونقفل بسم الله قفلة واحدة اهي، وناخد دي وندخلها من هنا بسم الله الرحمن الرحيم اهي، تمام عشان يفضل ماسك نفسه وهم قد بعض بنفس الطريقه زي ما الراجل بيعمله. بعدين بنعلقهم تعليقه واحده علشان ينزل السوائل دي، ضروري ينزلها السوائل اللي فيه ماشي الكلام اهو كده، ونقفلين هنا وناخد دي وندخلها من هنا، وشايفين الاخر انا ايه الاخر دي سهله بتتعدل يعني، اخر واحده تحت او الطرف الاخير اللي تحت شايفين ازاي اهو. وهنيجي هنا وهنعمل كده. تسلم ايدك يا محمد على القمع يا محمد، شكرا يا محمد يا سيد. بصوا كده القمع ده رائع لانه حجمه مناسب جدا الحقيقه. بصوا حاضر يا حبيبتي، ما تخلوش شيماء تقول لي، وبعدين شيماء لازم تبعد عن مامتها لو ليها اي طلب، لان لو هتفضل بالشكل ده يعني بتطلب بالحاح. بصوا كده اهو شايفين ازاي متعلق كده، وتحته اي حاجه بس ينزل السوائل اللي موجوده فيه شايفين، تمام. وطبعا تعالوا بقى نستسمح حضراتكم، هنستسمحكم في بريك واستراحة بسيطة، نرجع بعد الاستراحة هنعمل واحد تاني بالفراخ، لكن هنخاطب بعض الناس اللي ما عندهمش الهانك ده أو مش عارفين يتحصلوا عليه، ينفع نعمل الشكل ده ونحاول شوية سوسيس بحاجة بيتي كده؟ ينفع، شوف هنعمله ازاي بعد الاستراحة، في انتظار حضراتكم.